أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين لحادث الهجوم على بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب الجمهورية اللبنانية اليونيفيل، وأسفر عن مقتل جندي إيرلندي وجرح 3 آخرين. وعبرت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، وإلى حكومة جمهورية إيرلندا وشعبها الصديق وأسرة الضحية، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة تقديرها ودعمها لجهود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في تعزيز الأمن والسلام الإقليمي والعالمي.